في نهاية القرن الثامن عشر كان العالم العربي كله تحت سيطرة السلطنات والخلافة العثمانية. هذه السيطرة كانت مباشرة في بلاد الشام والعراق والحجاز حتى المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكان غير مباشرة في مصر. مصر كان تحت سلطة المماليك بنيابة من السلطنة أو الخلافة، بس غير مباشرة، وكان في نوع من استقلال أو شبه استقلال من ديناستيات محلية في طرابلس الغرب، الكرمانلي في ليبيا، وفي تونس البي في تونس منذ بداية القرن الثامن عشر، وفي الجزائر العاصمة وقسنطينة كان في دي مو بي دي، وصار لسلطات أم ميليشيات اسمها أوجاك. حقيقة المراقبة والسلطة العثمانية في الجزائر، في تونس، ليبيا وحتى مصر كانت شبه رمزية، بس دائما الخطبة باسم الخلافة باسم الخليفة والضريبة والتجنيد دائما باسم الخليفة. خارج من السلطة العثمانية وجدنا أولا المغرب الأقصى، والمغرب الأقصى على المحيط الأطلسي منذ 1000 سنة تحت سيطرة مستقلة كدولة مستقلة وتحت سلطة ديناستية علويين لأنهم شرفاء من أهل البيت. لكن كان أيضا مملكة إمامة اليمن الزاهدية وسلطنة عمان الإبادية، وكان في عربية الوسطى في النجد العهد بين العقد أو المعاهدة بين آل السعود ومحمد بن الوهاب، على صار أول دولة سعودية أو وهابية، آل سعود سعود، عبد الوهاب وهابيين، منذ منتصف القرن الثامن عشر باستقلال من الباب العالي من السلطنات العثمانية. هذا كان العالم العربي. وصار حملة فرنسا، حملة نابليون بونابرت على مصر في 1798 تحت شعار الثورة الفرنسية، بس في نفس الوقت الهدف كان قطع طريق الهند، طريق استراتيجي للإنجليز، واستطاعوا بذلك الثوار الفرنسيين انتصار على الإنجليز، انتصار غير مباشر في الأراضي العربية. لكن الصفة الخاصة لهذه الحملة كانت إرادة نابليون، إرادة غير إعلانية، بس كان في إعلانات كثيرة باللغة العربية، أنا مبعوث من الإسلام وأنا مسلم أو مؤمن، أنا مؤمن وأنا أحترم الله ودينه أكثر من الممالك يحترمهم. وكان في دعاية فرنسية لحلف مع الشعب المصري ضد المماليك أولا وضد الأتراك ثانيا. على غير ما هذه الدعاية كانت مقاومة الشعب المصري ضد الغزو الفرنسي شديد كتير وشجاع كتير،
مرتين، كان في ثورتين في في القاهرة، أولا ضد نابليون بونابرت نفسه في خريف 1798، وبعدين لما راح نابليون بعد هزيمته أمام مدينة عكا في فلسطين كان في ثورة تانية. وبعدين انسحبوا الفرنسيين، انسحبوا بعد 3 سنوات الاحتلال فقط. اخترت هذه الحملة الفرنسية ليس لأنني فرنسي، لكن لأن المؤرخين العرب اختاروا هذه الحملة كنقطة اندلاع النهضة العربية. والنهضة العربية هي حركة متعددة الأبعاد للنهضة الشاملة، نهضة سياسية وثقافية وسياسية، أولا ضد الاستبداد العثماني، وثانيا ضد الاستعمار الغربي. وكانت للنهضة العربية 3 أكتاب رئيسية: أكتاب سياسة الدولة، كتب رئاسة الدولة ومعاصرة من فوق، من الدولة، من مراقبة الدولة، من السلطة، وكلب هذه السياسة دائما مصر. وحتى اليوم ننظر إننا مصر تحت بروبلماتيك الدولة، من رئيس الدولة، من أجهزة الدولة، من فوق مراقبة الدولة، مو المجتمع المدني، الدولة الدولة الدولة، أدام من الفراعين حتى اليوم. وفي مصر صار بعد كل الحروب المتواصلة، بعد انسحاب الفرنسيين وتصفية المماليك، صار ديناستية جديدة، ديناستي الخدوي محمد علي، وهو من أصل ألباني، لكن أصبح خلال نص قرن في السلطة المعاصر أو بنى مصر المعاصرة. هذا يعني سياسة إصلاح، إصلاح المالي، إصلاح الأراضي، إصلاح الإداري، والإصلاح الصناعي، واندلع كثير من المشاريع في الصناعة وفي التباعة وكذا وكذا، وفي القطن، في زراعة أيضا. أول كتب معاصرة الدولة. الكتب الثاني هو تونس، وتونس كتب المسيرة الدستورية، لأن دائما في تونس الإصلاح تحت شعار الدستور. كان دستور التونسي في 1861، 18 سنة قبل الدستور العثماني الأول. وكان في هذا الدستور التونسي فصل بين الدين والدولة، وإلحاح على المبدأ المصلحة، هذا يعني المصلحة العامة ضد الاستبداد وضد أي نوع من امتيازات، أو امتيازات استبدادية أو امتيازات استعمارية لمصلحات القوى الاستعمارية الإمبراطورية الغربية. والكتب الثالث للنهضة العربية كان بلاد الشام بصورة عامة، وبمشاركة نشيطة من المسيحيين العرب تحت شعار الحب للوطن، جورجي زيدان وبستاني وكل المؤلفين في بيروت ودمشق
وحلب وطرابلس الشرق تحت هذا الشعار. وسيلة هذا النهضة الثقافية الأساسية كانت اتباع الامبريمري. Non, faut que tu m'écoutes, hein, faut que tu m'aides. Hein. L'imprimerie. L'imprimerie. Et le matba. Le matba. Il y a un câble zélique qui est le lourd à l'arabie, bil manuscrit, martoutat. Ou, min khilal, le matba, ça a jarayed, mou mitel, le canard, le fidaïd, le yom, bakan, le. تغيير بين المخطوطات للمطبعة كبيرة مثل التغيير من الراديو إلى القنوات الفدائية، يعني انتشار اللغة بصورة معاصرة وبصورة على واسعة وعلى قدم المساواة. مو واحد في المنبر وواحد تاني في الجمهور. أنا بكتب كتاب ويمكن أن تجاوب برسالة وكذا وكذا. هذا حوار مفتوح بصورة هوريزونتالي وليس بصورة أفقية. و العثمانيين دخلوا أزمات متواصلة خصوصا بسبب تحدي مصر المعاصر والتحدي محمد علي وابنه إبراهيم باشا الذي شن حملة في بلاد الشام في 1831 حتى 1840، لأن فرنسا دعمت مصر لكن إنجلترا الإنجليز دعموا العثمانيين، وهذا كان أيضا بداية قضية الشرق. وقضية الشرق الاسم الرسمي في الدبلوماسية المعاصرة لهذه النزاعات غير مباشرة بين الإمبراطورية الفرنسية والإنجليزية وحتى الروسية في بلاد الشام بصورة خاصة والشرق الأوسط بصورة عامة. فرنسا هاجم الجزائر العثمانية في سنة 1830، وبعد سقوط كاسانتينا في شرق الجزائر انسحبوا العثمانيين من الجزائر وتركوا الشعب الجزائر بدون أي حماية أو مساعدة خارجية لحاله أمام الغزو الفرنسي. وكان قائد المقاومة الجزائرية ضد الفرنسيين هو الأمير عبد القادر الجزائري، وكان في بداية الجهاد ضد الفرنسيين في 1832 بس 28 بعمره، وكان شيخ صوفي من طريقة القديرية عبد القادر، وكان في نفس الوقت عنده سلطة وقوة تقليدية عشائرية وإسلامية صوفية وشعار المقاومة الوطنية ضد الفرنسيين. هذا الجهاد الوطني من الشعب الجزائري ضد الغزو الفرنساوي دام 15 سنة حتى انهزام المقاومة الجزائرية في 1847، و عبد القادر استخبروا للمنفى اولا لفرنسا بعدين لتركيا واخيرا في دمشق. وبعد اقامته في دمشق في 1860
هو حامى القنصول الفرنسي والعرب المسيحيين ضد العصيانات، ضد المجازر الطائفية التي سارت في دمشق في 1960. ولذلك الإمبراطور الفرنسي في هذا الوقت وكان قريب من نابليون، نابليون الثالث لوي نابليون بونابرت، فكر تعيين عبد القادر كملك العرب لكل الأراضي الفرنسية، الأراضي العربية تحت سلطة فرنسية. لكن رفض عبد القادر هذا المشروع لأنه كان وطني أصلاً وكان صوفي أكثر من وطني في نهاية حياته. وكما تعرف هو مات ودفن على جنب مكار شيخ محي الدين ابن عربي في منطقة شيخ محي الدين في دمشق. وصار هذه الحملة التوسيعية الإمبريالية قاسية جدا ضد حركة النهضة، حتى الحماية الفرنسية على تونس في سنة 1881 واحتلال بريطاني لمصر في 1882. في الحالتين الدنستية المحلية قبلت التدخل الأجنبي تحت قوة، تحت ضغط، لكن قبلت، والبي في تونس والخداوي في مصر دالوا في السلطة. لكن في الحالتين كان في حركات مقاومة، مقاومة وطنية شعبية في تونس، عسكرية في مصر ضد هذه الغزوات، لكن فشلت في الحالتين. وهذا كان ضرب مباشر من الغرب ضد حركة النهضة. وفي نفس الوقت كان المشروع السعودي مرة حتى 1818، مرة تانية في المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر، التحدي الأساسي ضد النهضة، ليس فقط ضد العثمانيين وضد الاستعمار الغربي. أليح على الحقيقة أن النجد كان في كل الأراضي العربية ومع اليمن الشمالية الأراضي الوحيدة خارج الاستعمار الغربي وخارج السلطة العثمانية. حركة النهضة دالت مستمرة خلال كل هذا القرن، منذ كتاب رفع التحتوي حتى في نهاية القرن كل الجرائد وكل المنشورات، وخصوصا كتب عبد الرحمن الكواكبي في حلب. خلال هذا القرن كان في تيارين مثل ما بيصير اليوم، تيار وطني وتيار إسلامي، لكن في هذا الوقت ما كان في فرق واضح أو تناقضات بين التياريين. مثلا كواكبي هو كان إسلامي لأنه يريد أن الخلافة تعود إلى العرب، وتعتبر أن انحيار الكيام الإسلامية خلال الهاد الإسلامي
سببه الرئيسي هو انه الخلفاء اتراك وضع ضد مبادئ الشرعيه، بس في نفس الوقت كواكبي هو وطني يريد الاصلاح الديمقراطي، يريد الفصل بين الدين والدوله، ويريد حتى في الخلافه انتخابات لاختيار المسلم المفضل، لا يريد استبداد ثاني، يريد اندماج بين المبادئ الاسلاميه والمبادئ الليبراليه والوطنيه. ونريد هذا في كل التيار النهضه، والنهضه حقيقه هو الاندماج بين حلم العروبه والاسلام، حلم الاصلاح الوطني والاصلاح الديني بدون اي تناقض بين الاصلاحين، على العكس ضد الاتراك خليفه عربيه وضد الغرب وطن عربي لشعب العربي ولغته اللغه العربيه. وفي 1913 صار في باريس اول المؤتمر العربي تحت هذا الشهار، يحيى الوطن العربي. لكن في نفس الوقت صار في فلسطين ابتداء الحركه الصهيونيه. الحركه الصهيونيه مبداه اصلا نفس المنطق، لكن بدون عرض لهذا المنطق الوطني، شعب يهودي ولغته اللغة العبرية، وعرضوا فلسطين لكن ما كان في بس أقلية قليلة في الأراضي الفلسطينية. وحتى لما صار هجرة من يهود الأوروبية الشرقية بسبب الكمع والمجازر التسار، يعني البوغروم في هذا الوقت، غالبية الساحقة من اليهود هاجروا إلى أمريكا، 2 مليون، و20 ألف فقط لفلسطين. هذا يعني حتى بالنسبة للشعب اليهودي أو الجاليات اليهودية، اجتذاب فلسطين كأراضي كان قليل جدا وضعيف جدا. لكن في فلسطين بسبب هذا الضغط، الهجرة اليهودية والصهيونية وهذا الاستيطان، النهضة العربية كانت أشد وأشد انتقادا ضد السلطة العثمانية بسبب نوع من حياد عثماني تجاه الهجرة الصهيونية. في 1908 صار انقلاب في قسطنطينوبول اسطنبول، انقلاب الأتراك الشباب، هذا اسم العادي بل الاسم الرسمي كانت لجنة اتحاد وتقدم. الحقيقة حقيقة استبداد ديكتاتوري ووطني وحتى عرقي جديد تحت سلطة ثلاث باشاهات، طلعت، انفير وجمال. لكن في البداية الوطنيين العرب اعتقدوا أن الشباب الأتراك كانوا أكثر انفتاحاً للوطنية العربية وللحقوق العرب كالشعب، وأسسوا حزب اسمه حزب اللامركزية، وشاركوا في الانتخابات التشريعية العثمانية،
و60 نائب عرب دخلوا البرلمان العثماني لدعم مشروع اللامركزية للأكاليم العربية من الإمبراطورية العثمانية. وفي نفس الوقت جمعية سرية مدنية مثلا الفتات أو عسكرية مثلا العهد نزمت في البلدان العربية لتشجيع بصورة ثورية المطالبات والطموحات العربية، خصوصا بعد فتح ليبيا من غزوة إيطاليا على ليبيا في 1911، وحتى العرب الموالين للعثمانيين اعتقدوا أن السلطة العثمانية مستحيل أن يدافع الأراضي العربية ضد الغزو الغربي. هذا يعني أن في ابتداء الحرب العالمية الأولى كان كل العالم العربي أو تحت الاستعمار الغربي أو تحت السلطة العثمانية رمزيا، لكن حقيقة تحت احتلال الأتراك الشباب أو غير الشباب، لكن أصبح أن العرب انظروا إلى العثمانيين كأتراك وليس كعثمانيين فقط. ولذلك خلال الغرب التيار الوطني والتيار الإسلامي اتفقا على شخصية الشريف حسين بن علي، وهو كان ولي مكة تحت السلطة العثمانية لكن أصبح رائد الوطنية العربية والمشروع ومشروع خلافة عربية مجددة ضد العثمانيين. وابنه فيصل بن حسين خلال إقامته في دمشق دخل جمعية الفتاة السرية وكان المبعوث من الثوار العرب وشريف حسين، وثوار العرب اختاروا شريف حسين كرئيس وقائد لكفاحهم لتحرير الوطن العربي. وعلى هذا الأساس ابتدأت مفاوضات سرية بين كل من شريف حسين و هنري ماكماون اللي كان مسؤول عن الشرق الأوسط من قبل العرش البريطاني. وهذا تبادلات الرسائل في 1915 و1916 اندلعت الثورة العربية في مايو 1916 بعد استشهاد 21 شهيد وطنيين في بيروت ودمشق، و 14 منهم مسلم و 6 منهم مسيحيين. الاتفاق بين حسين وماكماون كان على مبدأ مملكة عربية. هذا مملكة عربية بدون حدود ملموسة، بكل واحد يعرف أن عاصمته دمشق، وأن هذا المملكة بصورة عامة بلاد الشام وفلسطين ولبنان والأردن، بلاد الشام بصورة عامة. العراق
كان قضية مختلفة، بس بلاد الشام كان في وعد، كان في التزام بريطاني واضح، ولا رسائل كلها باللغة العربية، هذا يعني ما في مشكلة الترجمة. البريطانيين وقعوا وثيقة عربية، وفي القانون الدولي في مبدأ، هذا المبدأ لغة التوقيع، وإذا لغة التوقيع اللغة الإنجليزية، النص الرسمي النص باللغة الإنجليزية، ولغة التوقيع بين ماكمان وحسين كانت اللغة العربية. لكن كان في شرط، الاتفاق مشروط على مقابلة فرنسا، على قبول فرنسا، عفوا على قبول فرنسا. وصار اتفاقات سرية، مفاوضات سرية معروفة، سايكس بيكو، لكن المسؤول الفرنسي اسمه كان جورج بيكو، وليس فقط بيكو بس اختصروا لبيكو، مارك سايكس وفرانسوا جورج بيكو، الاثنين دبلوماسيين، وفاوضوا على مستقبل المشرق العربي، وصار اتفاق فرنسي بريطاني باتصال مع روس، وفي هذا الوقت كان روس القيصرية، على تقسيم الشرق الأوسط بين منطقة أو سلطة مباشرة فرنسية أو نفوذ فرنسي. سلطة مباشرة فرنسية لبنان، ونفوذ فرنسي من الساحل السوري إلى موصل، ومنطقة تحت سيطرة مباشرة بريطانية العراق، والنفوذ إلى عقبة. بس فلسطين في سايكس بيكو كانت منطقة دولية تدويل بدون أي سلطة مباشرة بين الإمبراطورية الثلاثة، لأن الفرنسيين حاموا يعني حق أو حقوق حماية الكاثوليكيين، لكن الروس نفس الشيء قبال الروم، ولذلك بغياب إجماع النتيجة في سايكس بيكو كان تدويل فلسطين. واندلعت ثورة العرب، وصار المعارك المعروفة، خسار مدينة المنورة وسقوط عقبة، وعقبة سقطت في أياد الثوار العرب في زمان الجيش البريطاني كله مستحيل أن تدخل مدينة غزة بسبب المقاومة التركية الألمانية في غزة. صار ثلاث معارك في غزة حتى نوفمبر 1919، لما دخلت الجيش البريطاني في غزة بعد قصف عنيف وبعد حركات من برسبة إلى غزة. لكن في نفس الوقت الثوار العرب من عقبة فتحوا معان، طفيلة، كرك، سلط، عمان، وحتى أزرق. وأزرق كان المقر الرئيسي من الأمير فيصل، وكان قائد ثوار العرب لفتح دمشق وبلاد الشام، ودخلوا الثوار العرب في دمشق يوم قبل القوة البريطانية من فلسطين. والعرب فكروا أن انتصروا الحرب بحلف مع الغربيين، البريطانيين في فلسطين والفرنسيين في لبنان. لكن أولا
الثورة الشيوعية في موسكو اكتشفت حقيقة اتفاقية سايكس-بيكو والخيانة الغربية ضد حقوق العرب. لكن الإنجليز وعدوا المملكة العربية للعرب، وعدوا لبنان الفرنسيين، ووعدوا للحركة الصهيونية فلسطين قبل احتلال فلسطين. هذا الوعد بلفور المشهور في نوفمبر 1917، والنص يعني المملكة البريطانية تشجع إقامة كيان يهودي على الأراضي الفلسطينية. وكما شفنا امبارح، كان في تناقض بين مبدأين: مبدأ حق الشعوب لتكرير المسير، وهذا الحق في مشروع ميثاق عزبة الإمام، مشروع الأمريكي، ومطالبات الاستعمارية الفرنسية والبريطانية لتقسيم الشرق الأوسط بين الإمبراطوريتين. وهذا التناقضات بين المبدأين فجرت خلال مؤتمرات السلام. أعتقد كمؤرخ مو مؤتمرات السلام لكن مؤتمرات تحضيرية الحرب المقبلة، مو مؤتمرات السلام. وصار أولا الانسحاب من عزبة الأمم من الولايات المتحدة، وقتل مبدأ حق الشعب لتكرير المسير، خصوصا حق الشعب العربي. وثانيا نظام الانتدابات، وانتداب بريطاني على فلسطين أولا، والأردن ثانيا، والعراق ثالثا، والانتداب الفرنسي على لبنان أولا، ولا سوريا ثانيا. وفيصل كان ملك العرب مقيم في دمشق، وكان في مؤتمر عربي الذي حضر في دمشق وعينه ملك دستوري لكل المملكة العربية حتى فلسطين ولبنان. لكن في 14 يوليو 1920 الحشود الفرنسية دخلوا سوريا، وفي معركة ميسلون انتصروا ضد الوطنيين العرب، وفيصل هاجر إلى بغداد لحتى يصبح الملك للعراق، وعبد الله ملك للأردن. لكن قوة واحدة رفضت تماما نتائج مؤتمرات السلام في باريس، وهذه القوة المقاومة التركية تحت قيادة مصطفى كمال. مصطفى كمال في البداية كان أنصار لجنة الاتحاد والتقدم، وكان في البداية مقاومة تحت شعار الجهاد ضد القوة المسيحية الفرنسية الإنجليزية الإيطاليانية، بس أيضا اليونانية في تركيا. وثانيا بعد مرحلة الجهاد تحت شعار الجمهورية التركية، وإلغى أولا السلطنة لإقامة هذه الجمهورية، لكن خلال سنتين كانت الجمهورية تحت إشراف الخليفة. و
الخليفة الخلافة إلغتها مصطفى كمال في سنة 1924، وفي هذا الوقت شريف حسين في مكة والمدينة، وكان فقط ملك الحجاز، دعا إلى خلافة تحت قيادة عربية. إلغاء مصطفى كمال الخلافة العثمانية التركية، لكن إلغاء الخلافة العربية عبد العزيز بن سعود لما دخل مع الإخوان، في هذا الوقت كان اسمه الإخوان، يعني الأنصار الوهابيين المتشددين من العشائر النجدية، دخلوا أولا مدينة ومكة، وثانيا جدة، وهجر شريف حسين أولا لأبرس وبعدين لعمان، وتوفي في القدس الشريف في 1931. هذا يعني أن بعد الحرب العالمية الأولى العرب الذين حلموا بالتحرير من الاستعمار ومن العثمانيين سقطوا تحت استمرار جديد مجدد وموسع حتى قلب الشرق الأوسط، والانتصار le principal bénéficiaire el mukasib el mustafid el awal min sukut el usmaniyin kan abd el aziz ibn saoud wa el mamlaka el wahhabiyya wa zal mamlaka el wahhabiyya ba'd sanawat kalila asbahat mamlakat el najd wal hijaz wal arabiyya el saoudiyya el muhim أن نشير أن ما في بلد ثاني في العالم اسم سكانهم اسم ديناستية ام العائلة الملكية. الأردنيون أردنيين ليسوا هاشميين. العرب في السعودية سعوديين، هذا يعني كب من السعود على ليس فقط على الأرض، على السلطة، على المملكة، لكن أيضا على السكان والشعب. وهذا فرق كبير، وهذا يعني برهان للتناقض بين حركة النهضة التحريرية من جهة والحركة الوهابية السعودية من جهة أخرى. لكن الاستعمار الغربي بسبب هذه الخيانة بعد الحرب العالمية الأولى كان ضد هذه الحركات التحريرية، وحتى في مصر لما كانت في ثورة في 2019 ضد الاستعمار البريطاني، ضد الحماية البريطانية، هذا الثورة كان في كثير من الأبعاد متشابهة لثورة تحرير 2011. أولا عصيان مدني غير مسلح تحت شعار وطني، كان في رجال ونسوان مع بعض في الشارع، وكان في مسيحيين ومسلمين مع بعض في الشارع، كان في الصليب والهلال مع بعض في الشارع ضد الاستعمار والاحتلال البريطاني. وبسبب هذه الثورة الشجاعة البريطانيين
قبلوا الاستقلال المصري في 1922، لكن استقلال غير متكامل، كان في قيود، كان في قيود على قناة السويس، كان في قيود على السودان، كان في قيود على المصالح البريطانية وكذا وكذا. وذا يعني أن حتى الاستقلال المصري في 1922 كان غير متكامل. بس الاستعمارات الغربية فهموا شيء مهم جدا، أفضل ثورة مسلحة من ثورة مدنية، لأن الثورة المسلحة يمكن أن نقمع في الدم اللي كان الجيوش والحشود الغربية كانت أكثر قوة في كل المبادئ. وصار ثورة مسلحة في المغرب الأقصى في ريف، وصار تدامن فرنسي إسباني ضد هذه الانتفاضة المسلحة التي كانت ثورة، وكان في ثورة مسلحة في ليبيا تحت قيادة عمر المختار الشهيد حتى 1931، وكان في ثورة مسلحة في سوريا بين 1925 و 1926 تحت قيادة سلطان الأطرش، لكن تحت شعار سوريا لكل المواطنين وضد كل مشاريع فرنسية تقسيم البلد بين دولة دمشق، دولة حلب، دولة العلويين، دولة الدروز، دولة الأكراد. وكما تعرفوا العلم الوطني، علم ثلاث نجوم، هو علم المقاومة الوطنية ضد الفرنسيين، والنجوم الثلاثة هي دمشق وحلب وأي مدينة ثالثة؟ موصول شيء مختلف. موصول يعني مستحيل أن أقدم كل التفاصيل. موصول الفرنسيين تركوا موصول للبريطانيين. النجمة الثالثة ممكن دير الزور أو درعا أو حما أو حمص أو لزكية، أي مدينة سورية ثالثة لإلحاح الوحدة الوطنية السورية ضد الاستعمار الفرنسي. هذا أهم شيء. هذا كان كل المسيرات الثلاثينات. والثورة الأخيرة كانت ثورة العربية الكبرى في فلسطين منذ 1936 و 1939، كانت ثورة ضد الاستعمار البريطاني وضد الاستيطان الصهيوني، وشيار هذه الثورة كانت الكوفية، لأن الكوفية كانت رمز الفلاحين المقاومين ضد الاستعمارين في جبل النار وفي الجليل وفي كل مناطق فلسطين. لكن الاستعمار البريطاني استخدم مختصين بكمع الثورات من إيرلندا، وجند متطوعين اليهود من الميليشيات الصهيونية لحتى قتل الثورة الفلسطينية قبل 3 سنوات. لكن النتيجة 2% من عرب الفلسطينيين، من عرب فلسطين، ماتوا أو أصبوا أو هجروا خلال هذه الحملات الكمع
وزياني تصفية الحركة الوطنية الفلسطينية، عقد واحد قبل إنشاء دولة إسرائيل. وأعتقد شخصياً أن الفلسطينيين العرب فقدوا فلسطين في نهاية الثلاثينات ليس في نهاية الأربعينات. الختام، الحرب العالمية الأولى. خلال هذه الحرب، مثل ما صار خلال الحرب العالمية الأولى، الغربيين احتجوا الدعم العربي، ولذلك وعدوا كثير من الوعود. وحتى في المغرب لما صار حملة الأمريكية أوبراسيون تورش، كان في دعوات منشورة من الطيارة على كل المناطق المحررة التي توصف الجنود الأمريكان كمجاهدين. مكتوب روزفلت، موقع روزفلت: جنود الأمريكان هم مجاهدين الحرية. وهذه الجهاد للحرية من الأمريكان نفس الجهاد مثل جهاد العرب لتحريرهم. ولذلك كان في حركات تحريرية بعد انهزام الفاشي ضد الفرنسيين، أولا في الجزائر في مايو 1945 في سيتيف وقلمة، وردود الفعل الفرنسي كانت قاسية جدا، صار مجازر. وثانيا في دمشق، ودغول نفسه، دغول بعد ذلك أصبح قائد كبير يعرف ويفهم المصالح والشعور العربي، لكن في هذا الوقت قصف البرلمان السوري في دمشق، وكمع الحركات الشعبية في كل من حمص وحما وحلب. لكن الفرق كان في الجزائر، والجزائر أراضي فرنسية، وسوريا كان انتداب فرنسي، وحتى كان في استقلال رمزي من فرنسا كل من سوريا ولبنان منذ عام 1943. وهذا يعني أن الأمم المتحدة أول ملف درسوا كان ملف سوريا بسبب القمع الفرنسي في دمشق، وانسحبوا الفرنسيين من سوريا ولبنان في 1946، وانسحبوا البريطانيين من الأردن نفس السنة، وأسست في مصر جامعة الدول العربية، والأعضاء السبعة كانت مصر، يمن، عربية سعودية، الأردن، العراق، سوريا ولبنان. لكن لما صار نهاية انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، ما كان في أي نوع من تنسيق عملي بين الدول العرب تجاه هذا التحدي. ولازم أن نذكر أن الانسحاب البريطاني من الهند سبب تقسيم بين الهند وباكستان، ملايين من المهاجرين وملايين من الضحايا. وعلى صورة مركزة صار نفس المسيرة في الأراضي الفلسطينية، فشل خطة الأمم المتحدة لتقسيم بين الدولة اليهودية والدولة العربية، وفي مايو 1948
صار حرب فلسطين، المقاومين الفلسطينيين والجيوش العربية من جهة، والدولة الإسرائيلية الجديدة من جهة أخرى. لكن كان للدولة الإسرائيلية من البداية دعم أمريكي وسوفيتي مشترك، وهذا غريب جدا في هذا الزمان، زمان ابتداء الحرب الباردة. موسكو وواشنطن اتفقا على دعم الدولة الإسرائيلية. لماذا؟ بروفيسور نجيب فسر كيف القضية الإسرائيلية قضية داخلية لأمريكية، يعني من اليسار ومن اليمين ما بيشوفوا التقدم والنهضة في الجانب العربي. وهذا يعني أن بعد قرن ونصف من النهضة صار الاستقلالات العربية غير متكاملة بسبب قضية فلسطين، وصار التناقضات بين التيار الإسلامي والوطني أعمق وأعمق بسبب هذه القضية وبسبب شروط الاستقلالات الوطنية. وشكراً.